طوفان نوح لما المطر نزل سيول من السماء وانفجرت ينابيع المياه من الأرض، واللي ركب السفينة بس هو اللي نجي، حتى اللي قال هطلع الجبل يبعدني عن المية اللي طلع الجبل غرق. تخيل الطوفان غرق الجبال، طب لو سد النهضة وقع؟ الطوفان هينزل من الجبل 350 متر زي الصاروخ، والمية هتمسح مدن زي روسايرس والخرطوم وغالبا كل مدن النيل الأزرق من على الخريطة، وهيوقع السدود السودانية على النيل الأزرق، وبعدها يوصل مصر. 2018 ظهر صدع بشكل مفاجئ في صحراء أثيوبيا طوله 56 كيلومتر وسبب انهيار طريق نيروبي ناروك في كينيا مع نشاط زلازل في المنطقة. مش أول مرة تحصل نفس الحركة دي، حصلت في نفس المنطقة بس من ملايين السنين، والصدع اللي حصل وقتها كان السبب في تكوين البحر الأحمر وفصل قارة آسيا عن أفريقيا. إيه السبب في تكرار التصدع في الأرض في نفس المكان؟ أو ممكن نسأل نفس السؤال بأسلوب تاني، ليه المكان ده مش مستقر وفي قلق؟ المكان ده اسمه الأخدود الأفريقي العظيم، وساعات بيسموه الوادي المتصدع الكبير، ومعروف انه حزام زلازل نشط، وكمان منطقة براكين، يعني الهضبة دي صخور بركانية بتتفتفت بسهولة بمياه المطر، وبيصادف ان سد النهضة يتبني على هضبة أثيوبيا، يعني على صخور بركانية ضعيفة وأرض مش مستقرة وفي منطقة حزام زلازل. تفتكروا دي صدفة؟ أغلب الناس فاكرين ان مشكلة سد النهضة انه هيعمل أزمة مياه في مصر، بس الحقيقة ان مشكلة السد اكبر من كده بكتير. سد النهضة ممكن يكون السبب في طوفان زي طوفان سيدنا نوح. تعالوا نفهم ازاي ممكن يحصل الطوفان. الأخدود الأفريقي العظيم اكبر فالق زلزالي في العالم، وبيقسم هضبة أثيوبيا نصين، بينزل بسطح الأرض 125 متر تحت سطح البحر، وخرج منه براكين ارتفاعها 4600 متر. لو مش فاهم الكلام ده هشرح لك بطريقة أبسط. هضبة أثيوبيا فيها جبال بركانية وتشققات وفوالق في الأرض، بينزل عليها أمطار شديدة، والمطر بيجرف معاه طمي من الجبال اللي بينزل عليها ويتجمع في النيل الأزرق، وده أهم منابع نهر النيل، وبتجري المياه بسرعة في شلالات النيل الأزرق وبعدها في وديان الهضبة بين الجبال، وتتجمع روافد النيل من على منحدرات الجبال في نفس المجرى فيتحول لنهر جبار، وده النهر اللي اختارت أثيوبيا تبني عليه سد النهضة اللي نهايته على حدود السودان. أثيوبيا بتبص للسد على إنه رمز لنهاية الذل اللي عاشوا فيه والمجاعات اللي كانت في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، ومستنيين الكهرباء للسد هيولدها، لدرجة تلاميذ المدارس في أثيوبيا بيهتفوا إن ده قدرنا. الغريب إن رغم مرور أكتر من 10 سنين على بداية مشروع سد النهضة، ورغم إن أغلب شغل الإنشاءات في السد خلص، وأثيوبيا خزنت أكتر من 40 مليار متر مكعب مياه في البحيرة وراء السد لحد دلوقتي، وبدأت عملية الملء الخامس من غير أي تنسيق مع مصر والسودان، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط، إلا إن السد ما أنتجش كهرباء. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة. ما شفناش الحقيقة انهم نوروا لمبة واحدة موفرة. أثيوبيا بتتعامل مع النيل الأزرق على انه بتاعها لوحدها، ترعى داخلية جوه أثيوبيا، مفيش مصر والسودان. طيب والاتفاقيات وحصة مصر والسودان؟ مفيش الكلام ده. الاتفاقيات دي كانت أيام الاستعمار، ملناش دعوة بيها. الفكرة المنتشرة في أغلب دول حوض النيل ومن ضمنها أثيوبيا إن مصر هي البلد الوحيدة المستفيدة من مية النيل، يبقى ليه مصر تستفيد من غير ما تدينا حاجة؟ الغريب إنهم بدأوا مشروع السد بساعة تخزين 11 مليار متر مكعب، وبعدها بدأوا يزودوا ساعة التخزين وعملوا سد تاني مساعد بين جبلين عشان يزود مساحة بحيرة التخزين، واسمه سد السرج. دلوقتي بيقولوا إن ساعة تخزين السد 74 مليار متر مكعب، رقم غريب. ليه 74؟ مش 75 مثلا؟ لأن 74 مليار متر مكعب ده مجموع حصة مصر والسودان من مياه النيل. أظن الرسالة وضحت. بس أثيوبيا مش محتاجة تخزن مية، أثيوبيا عندها أمطار شديدة وبحيرات وسدود مخزنة مية ومياه جوفية قريبة من سطح الأرض. ده لو خزنت مية ورا السد هتغرق. كل اللي فات ده مش مشكلة، المشكلة اللي هتأثر على الكل هي اللي جاية. أثيوبيا كان بيحصل فيها تقريبا 10 زلازل كل سنة،
وبعد ما بدأت تخزين المياه في سد النهضة زادت الزلازل لحد ما وصلت ل 38 زلزال في 2023. مش بس كده، حصل زلزال من سنة كان مركزه على بعد 100 كيلومتر بس من السد، ودي مسافة قليلة جدا. ولو حصل زلزال تاني في نفس المكان أو على نفس المسافة بدرجة أعلى هيكون تهديد خطير لسلامة السد. آخر زلزال حصل في أثيوبيا كان 4.9 ريختر، وكان قريب من سد اسمه جلجل جايب 3 على نهر أومو، وكان ممكن جدا يسبب انهيار السد. عارفين ده معناه ايه؟ الكارثة بتقرب. السد مبني على فوالق وتصدعات في أكتر بلد فيها انجراف للتربة، وطبيعتها الجغرافية ما تسمحش إنها تبني سدود، ومع ذلك بتعاند وتبني سدود. وزن السد وشغل الإنشاءات والخرسانة والمعدات ووزن 74 مليار متر مكعب مية، ده وزن كبير قوي. كل ده يتحط على منطقة كلها تشققات وحزام زلازل نشط، الوزن التقيل ده يزود فرصة التصدعات والتشققات وحركة التربة في المكان، فبالتالي هيزود فرصة حصول الزلازل. وكل ما مركز الزلازل يقرب من السد احتمالات الانهيارات تزيد. ده غير ان في تقارير فنية بتشكك في سلامة جسم السد، وان في تصدعات وصور اقمار صناعية بتقول ان في تسريب مياه تحت اساسات السد، ومياه النيل الازرق اللي بتملى بحيرة السد بتنزل من ارتفاع 1500 متر بانحدارات شديدة. يعني قوة اندفاع المياه لوحدها مشكلة وتأثر على السد، غير ان دي منطقة اعاصير وفيضانات. مشكلة اثيوبيا ان لها تاريخ مليان كوارث مع السدود. عندكم مثلا في 2007 كانوا بيبنوا سد اسمه تيكيزي، فحصل فيضان وقع جزء من السد وقتل 47 عامل كانوا شغالين فيه. عملوا سد اسمه نفق جايب 2 على نهر أومو، وبرضه حصل له انهيار مرتين وهما شغالين فيه. وأخيرا خلصوا وعملوا الافتتاح، وبعد الافتتاح بعشر أيام وقع للمرة التالتة. رغم ان المسافة بين سد النهضة وجنوب مصر حوالي 2000 كيلومتر، طوفان المية هيمشي المسافة دي في حوالي 6 أيام. ورغم ان مفيد توشكا معمول عشان يصرف المية الزيادة ويحمي السد العالي، لكن كمية المية المهولة نتيجة انهيار السد العالي هتأثر على النوبة، وكمان هنضطر نصرف مياه من السد العالي بكمية كبيرة ممكن تغرق أراضي طرح النهر في الدلتا. الطوفان هيحصل، احتمال وارد. هنحتاج سفينة نوح ولا هنحتاج معجزة أكبر من السفينة؟ ربنا يستر.